وإلى مدينة شرم الشيخ، حيث تتواصل الاستعدادات والأعمال الإنشائية والتطوير بالمدينة مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ COP27. وللمزيد حول تواصل الاستعدادات معنا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، اطلعنا على التطورات الحالية بشرم الشيخ، كيف تستعد لاستضافة COP27؟ تحياتي لك إيمان، تحياتي لك محمد، تحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى. نحن بالفعل ما زلنا في متابعة مستمرة لما يحدث على أرض الواقع داخل مدينة شرم الشيخ. بالطبع هناك تطورات كبيرة على أرض الواقع فيما يخص تطوير الطرق والميادين وأعمدة الإنارة واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الإنارة الخاصة بالطاقة الشمسية على سبيل المثال. هناك أيضا تطوير خاص بالممشى السياحي القديم خليج نعمة على سبيل المثال، وتطوير الواجهات وتطوير المحال بشكل عام لتصبح هناك صورة ذهنية واحدة متكاملة لمدينة شرم الشيخ بالكامل، وهذه الصورة عليها أيضا أن تكون صديقة للبيئة. هناك أيضا جزء هام جدا نتحدث عنه اليوم، وهي تفاعل ما بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة وأيضا محافظة جنوب سيناء لوضع هذه الأكشاك داخل هذه الممرات السياحية سواء كانت القديمة والجديدة لتوعية المشاركين بشكل عام في المؤتمر بأهمية التعامل مع التغيرات المناخية، وأيضا للتعامل مع الناس العاديين والسياح بشكل عام داخل مدينة شرم الشيخ وتوجيههم وإرشادهم للطرق الأمثل واستعمال المستلزمات المختلفة الصديقة للبيئة. هناك أيضا تطويرات خاصة بالجانب الصحي على سبيل المثال مستشفى شرم الشيخ الدولي وغيرها من المستشفيات داخل مدينة شرم الشيخ والعيادات المختلفة، جاري التوجه الآن لاستعمال المستلزمات الطبية الصديقة للبيئة والابتعاد على قدر الإمكان من استعمال المستلزمات التي تؤدي إلى الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على المناخ بشكل عام. ومن أهم هذه المواد هي المواد البلاستيكية والأكياس البلاستيكية، لذلك هناك أيضا يعني قسم خاص داخل مدينة شرم الشيخ وشباب متطوعين للتحدث عن أضرار الأكياس البلاستيك والتعامل مع وكيفية التخلص من النفايات الضارة التي كما ذكرنا تؤدي إلى انبعاثات كربونية تؤثر على المناخ. ولكن أيضا هناك الجزء الخاص بوسائل نقل داخل مدينة شرم الشيخ، إما نقل الوفود الخاصة بمؤتمر COP27 في نوفمبر القادم، أو حتى الآن المواطنين داخل مدينة شرم الشيخ. هذه وسائل النقل الآن تتحول لوسائل نقل صديقة للبيئة إما باستخدام الكهرباء أو حتى الغاز الطبيعي، وجاري العمل على إنشاء محطات خاصة لشحن هذه السيارات ووسائل النقل، محطات كهربائية جاري العمل عليها بالفعل، منها من انتهى ومنها ما زال العمل جاري عليها. إذا تحدثنا أيضا عن فكرة التفاعلات الخاصة بمؤتمر المناخ داخل مدينة شرم الشيخ، فهناك قسمين داخل المدينة، والقسم الأزرق الذي ستحدده منظمة الأمم المتحدة هو الخاص بالفعاليات الرئيسة الخاصة بالمؤتمر، وهناك القسم الأخضر أو المنطقة الخضراء التي سيكون هناك بها خيام. هذه الخيام ستعرض بها الأفكار المختلفة والشركات المختلفة أفكارها وإبداعاتها، وأيضا رواد الأعمال ليعرضوا أفكارهم وأيضا المشاريع الخاصة بهم. هذه المشاريع عليها أن تكون صديقة للبيئة، لذلك هناك توجه بشكل عام لدعم ريادة الأعمال ودعم فكرة الاستثمار والتمويل بشكل عام في المشاريع الصديقة للبيئة. وهذا ما تحدث عنه أنطونيو غوتيريش رئيس منظمة الأمم المتحدة، تحدث عن أهمية مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وأنه فرصة للاستغلال الأمثل للتوجه وتوجيه البلاد عامة للاستثمار في المواد واستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة. إذا تحدثنا أيضا هنا عن يعني جهود الدولة المصرية في التحول للأخضر، هذه جهود يعني توضح على أرض الواقع عن طريق المبادرات المختلفة، إما مبادرة اتحضر الأخضر أو حتى المبادرات كما ذكرنا التي توعي الشباب للتعامل مع التغيرات البيئية والتغيرات المناخية. هناك لكل بلد مبادرة خاصة، لكل بلد مستضيفة للمؤتمر عليها أن يكون لها مبادرة خاصة بها لعرض
عرضها داخل المنتدى. ربما مصر لها تجربة خاصة لتعريضها داخل المؤتمر يعني الذي سيبدأ في نوفمبر القادم، ولكن جزء من المؤتمر تم يعني قمنا بمعايشته بالفعل على الأراضي المصرية هنا، وهو هذا التكاتف المحلي والدولي للوصول لعالم أخضر وعالم أفضل بشكل عام. هذه ربما المبادرات أيضا جزء كبير منها هي الزراعة داخل مدينة شرم الشيخ. هناك توجه لإعادة استخدام الطاقة وإعادة استخدام المياه المهدرة لإعادة زراعة الأماكن المختلفة داخل مدينة شرم الشيخ، إما في الميادين العامة إما حتى في الطرق الرئيسية، وضع زيادة عدد أشجار النخيل وزيادة الأشجار بشكل عام، أو حتى في المستشفيات جاري الآن استخدام هذه المواد وهذه بعد إعادة تحليتها وبعد إعادة تدويرها لاستخدام لزراعة ربما الأماكن والمساحات الخضراء حول المستشفى على سبيل المثال، أو حتى في الطرق العامة. وكما ذكرنا هناك تطوير بشكل عام وتوسعة للطرق داخل مدينة شرم الشيخ للتسهيل على الوفود القادمة للوصول للفنادق أو حتى لأماكن العمل المختلفة. منذ لحظة الوصول داخل مطار شرم الشيخ هناك أيضا الشركات الداعمة للمؤتمر التي تقوم بإيصال الناس والوفود لأماكن إقامتهم أو حتى ربما أماكن العمل بسيارات وأوتوبيسات نقل أيضا صديقة للبيئة، إما تعمل بالكهرباء وإما أن تعمل بالغاز الطبيعي أيضا. يعني ذلك هو تكاتف سياحي، وأيضا يعني ربما يقع تحت المظلة الرئيسية وهي التنمية المستدامة الخضراء داخل مدينة شرم الشيخ. والآن أعود إليكم مرة أشكرك جزيلا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية من شرم الشيخ.